التعليم وقت الأزمات ليس بجديد على منظمة يونسكو. نحن هنا يعني في المنطقة العربية تأثرنا بالأزمة السورية، ولذلك اليونسكو دشنت خطة إقليمية في 2014 من أجل مساعدة الدول التي تأثرت بهذه الأزمة. ثم بعد ذلك هذه الخطة رجعت في 2016 بالتعاون مع جميع المكاتب المعنية، منها مكتبنا في القاهرة ومكتبنا في بغداد ومكتبنا في عمان بالأردن والمكتب الإقليمي في بيروت، اجتمعوا من أجل الخروج بخطة موحدة تعالج التعليم في وقت الأزمات، ليس فقط مختص بالأزمة السورية، ولكن هناك أزمات كثيرة الآن في المنطقة العربية. هذه الخطة هي تركز على ثلاثة محاور. المحور الأول هو عملية الولوج، نحن نحاول أن ندخل الشباب إلى المدارس والجامعات، وكذلك مساعدة الأنظمة التعليمية حتى تكون أنظمة ذات مطواعية تستطيع أن تتأقلم مع هذه الأزمة. وكذلك المحور الثالث هو عملية تجويد التعليم. خضعنا لدورة بشهر رمضان، استفدنا كتير من خلال الموجهين والمدربين والمحاضرين اللي اجوا عطونا آلية عمل جديدة للتفاعل أو التعامل مع الطلاب الصغار اللي صار لهم 5 سنوات بدون مدرسة. يعني أنا كتير فرحانة بطلابي، أنه من يومين عم بيقولوا لي أنسي أنا بلشت أهجي، أنسي أنا بلشت أعرف أقرأ. إيه هذا الشيء حسسنا بسعادة عن جد، وحسسنا أنه نحن فعلا جينا لنعلمهم وناخد نتيجة تعب. عطتني هاي الدورة فرصة إني أنا خلال 60 يوم قدرت أصنع منه شيء، قدرت أخليهم يعرف يهجي، يعرف يقرأ. التعليم ساهمت بشكل كبير في إني هالأطفال هدول يطلعوا من انعزاليتهم، بالعكس تعلموا كتير. يعني التعلم طريق لعب، طريق مجموعات، تعلم نشط، كلياته هتساهم في نشل هالجيل هذا من مرحلة الأمية إلى مرحلة التعلم. يعني وقت اجت هناء كانت نوع ما من عزلة، وقت شافت في رفقاتها مجموعات ما مجموعات بتعلموا عن طريق اللعب، فحبت تشارك، فاستعملت طريقة المجموعات معها، فكانت كتير كتير فعالة، وانتشلت هالطفلة هي من مرحلة الانعزالية إلى مرحلة القيادة. كانوا مسيطرين مسلحين علينا، ما كنا نطلع ولا نخرج. كانت متى تلعب بالشارع قدام الباب الحوش، قامت طبت قذيفة جت شظية بظهرها، أزت لها النخاع الشوكي، كسرت لها فقرتين 11 و12. بنتي بهاي الفترة كانت محطوطة بحالة نفسية صعبة، ما تتحرك ما تقوم. لما فتحت المدرسة دخلت على المدرسة كانت ما عندها رغبة. أول شيء أول يومين حسيت في فرق، إني تاني نهار بدها تروح على المدرسة، حسيت طلعت من هالحالة النفسية. لأنه كنا بسوريا، فكنت أنا جامعة وما كملت بسبب الحرب، فاضطريت أطلع أنا وزوجي وابني لبرا، جينا على الأردن. Within the context of the adverse impact of the protracted Syria crisis on Jordan, UNESCO Man Office has been a proactive player and has been contributing to the response to the crisis through the nationally led resilience-based development approach, which provides mid and long-term support to national institutions and host communities. UNESCO has done a great deal of help for us in making sure that our programs can accommodate Syrian refugees, and especially those who have been out of school for quite a while. Youth and young people are often neglected at times of crisis, but we have identified them as a strategic target, and we have been working to provide them with opportunities for them to continue their post-basic education, including technical vocational education and training at the community college level. هلا المهارات اللي تعلمتها انه زودت معرفتي بالرسم بالبرامج اللي على الكمبيوتر مثل الاوتوكاد 3D ماكس،
كمان هدول فادوني لحتى اقدر كمل انه بالفرع اللي انا حاببته اللي هو هندسة العمارة. صرت اعرف افوت على الورشة، شو بعرف شو بدها الورشة، شو بدها كميات مواد عشان اخذها الي كامل الورشة واصير اشتغلها الي على حسابي. The partnership between UNESCO and the Ministry of Education has been strategic in every sense of the word. UNESCO has truly helped us at junctures where we need to turn policy into evidence-based policymaking. And everything that comes under our collaboration fits into that. أكثر من 3 ملايين شخص تركوا قراهم ومدنهم بحثاً عن الأمان عندما بدأ النزاع المسلح في العراق في حزيران 2014. افتقرت المدارس في المناطق المضيفة للطلبة النازحين القدرة في استيعاب المزيد من الطلبة، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكتب واللوازم المدرسية. غالباً تكون المدارس مكتظة، ولذلك السبب فإن توفير مساحات إضافية للتعليم هي أولوية. بدأت اليونسكو الآن بتضمين الأهالي لبناء المقاعد الدراسية لأطفالهم، مما يجعلهم يشاركون في استئناف دراسة أولادهم، كما يضمن دخلاً للعائلة ويعطيهم الفخر. كان عندي محل قضاء حمدانية محافظة مصر، شغل ضعيف ماكو شغل، أنا بكم بحر يعني صارنا سنة هنا، شهر ونشتغل، شهرين ثلاثة نقعد بالبيت، شغل ضعيف، وهذا جاء فرصة عمل اشتغلنا هنا يعني. عمار أحد الحرفيين 18 الذين تم التعاقد معهم من قبل اليونسكو لتصنيع وإنتاج 450 مقعداً دراسي لأبنائهم وغيرهم من الطلبة النازحين من مختلف أنحاء العراق. بفضل تمويل من المملكة العربية السعودية، فإن عملية بناء المقاعد الدراسية ستسمح للفتيات والفتيان من الموصل وأماكن أخرى بمواصلة رحلتهم التعليمية، وتوفر الدخل والفخر لأبائهم. وقد وضعت بعض المكاتب هنا في مدرسة تاسلوجا في السليمانية، وهي مدرسة جديدة انتقلوا إليها الطلاب والمعلمين مؤخراً. شجعت البيئة التعليمية الجديدة المجهزة بمكاتب جديدة ومواد وأدوات تدريسية ل200 طالب وطالبة بالتسجيل للعام الدراسي الحالي. بالإضافة إلى ذلك يمكن للطلاب الذين يعيشون في أماكن بعيدة بالحضور إلى المدرسة في تسلوجا من خلال وسائل النقل المنظمة، والتي وفرت بفضل دعم سخي من حكومة وشعب اليابان. أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مع منظمات الأمم المتحدة المرحلة الأولى من رزمة التعليم للجميع بين عامي 2012 و2015 لتعزيز قدرات الوزارة وطواقمها في رفع مستوى التعليم الأساسي لجميع الأطفال، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإقصاء والاستثناء من قبل النظام التعليمي. الرزمة جاءت لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية من خلال جانبين أساسيين، وهما التعليم الجامع والصديق للطفل وتطوير الطفولة المبكرة. عمل البرنامج على المستوى الاستراتيجي وإقرار السياسات اللازمة والتنفيذ التجريبي لإنشاء صفوف تمهيدية في 47 مدرسة، وتنفيذ برنامج التعليم الجامع والصديق للطفل في 119 مدرسة. ملك رغم إعاقتها التي لازمتها منذ ميلادها إلا أنها تصر على القدوم إلى المدرسة كل يوم، وما تتمناه بسيط جداً. بحب أنه كل البنات يحبني المدرسة، من أكثر شيء يتغير الدرج عشان لما نطلع عليه بتعب. عندنا الطالبة ملك، طالبة تعاني اللي هي من خلع ولادة وأثر عليها يعني أثناء شرح الدرس، عشان هيك حتى عند تحضير الدرس أو عند التخطيط للدرس بعمل رؤية لكل الصف، يعني أنا بكون عند التخطيط يراعي الفروق الفردية. إن التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في فلسطين وخصوصاً في مناطق جيم وشرق القدس وقطاع غزة تصعب من تطبيق هذه البرامج وتعيق وصول ما يقارب 43% من الأطفال إلى خدمات الطفولة المبكرة. إحنا الآن نتجه في المرحلة الثانية من مرحلة من هذا من هذه البرامج المشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات الأمم المتحدة في تعزيز نوعية التعليم والتعلم في المدرسة، ولأهمية أن يكون التعليم كحق
لجميع الأطفال بغض النظر عن ظروفهم التي يعيشون فيها، وخاصة عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات أو لديهم بعض الإعاقات في هذا المجال. وزارة التربية بتعترف بحق الأطفال بالتعليم الإلزامي المجاني لعمر 15 سنة، اللي هي مرحلة التعليم الأساسي، كتير مهمة وكتير أساسية بعمر الطفل، ولكن بنفس الوقت ما فينا ننكر أهمية التعليم الثانوي. اليونسكو عم تدعم وزارة التربية من خلال دعم التحاق التلاميذ غير اللبنانيين بمرحلة التعليم الثانوي. أول السنة لما أجيت لسجل مع بيي قالوا إنه السوريين ما بيطلع عليهم دفع، ساعدونا فيه، هذا يعني شيء كتير منيح بالنسبة لنا وبالنسبة لوضعنا. وخلال العام الدراسي وزعوا كتير قرطاسية، يعني دفاتر أقلام كل شيء منعوزه بالمدرسة، يحاولوا يأمنونا أي شيء يعني ليساعدنا. ما بدنا أنه أولادنا أو بناتنا يتأثروا نفس التأثير اللي إحنا تأثرنا، لا، بدنا إحنا أنه يكملوا مسيرتهم التعليمية بداية هلأ وتكون ناجحة معهم لحتى يقدروا يتخطوا وما يحسوا أنه في الحرب السورية أثرت عليهم. التعليم لازم يكون بكل مراحل التعليم، بالروضات، بالابتدائي، بالثانوي، وحتى بالتعليم الجامعي. التعليم الجامعي هي مرحلة أساسية تقدر يكمل حياته المهنية ويختار وفق سوق العمل. وهون كان مشكورة مبادرة اليونسكو تأمين منح بالتعليم الجامعي للطلاب النازحين. أنا كنت بسوريا، درست بسوريا 3 سنين ميكانيكال ديزاين اند ديفلوبمنت. وصلت السنة الثالثة بعدين وراء الأزمة وراء الحرب اللي هناك اضطريت أنه أطلع. ضليت شي 3 سنين بدون ما أدرس بعد دراستي وقتها. بعدين على السوشيال ميديا شفت أنه في سكولرشيب لليونسكو باليو ال اف، حكيت مع الجامعة، بعثت لنا الأوراق اللي بدهم إياها، مش الحال عطوني قبول. بعد دفاع بسوريا أنا صار في عندي دافع أكثر إني أكمل بهالفيلد، خصوصا إنه هلأ لسه كل شيء بنية تحتية بدها رينستركت مرة تانية، كل شيء في مصانع بدها تشتغل مرة تانية، فإنه بدها كتير ناس، بيكون في عندها كتير information. نحن عايشين بمنطقة فيها أزمات، مهم إنه يكون كل قطاع تربوي محضر حاله تيقدر يستوعب أي أزمة بتصير فيه، تنقدر نعطي الفرص بشكل متوازي لكل التلاميذ يكملوا حياتهم التعليمية.